برنامجكم اليومي صباح الخير صباح الوطنية. هذا البرنامج اليوم مستضيفين لكم شخصية من هذا المجتمع، وهو رئيس منظمة موريتانية لترقية البيئة والدعم الخدمات القاعدية، السيد الشيخ أحمد والسيدي محمد. شحالك ياك لباس عليك؟ ما شاء الله ياك بخير، ربنا ما شاء الله يستر بيكم. مرحبا ان شاء الله، منور برنامجكم. الله يبارك فيكم، انتم كمان نورتونا. شكرا، وشرف حضوري معكم اليوم ان شاء الله. شكرا، السيد، ما هي المنظمة الموريتانية لترقية البيئة ودعم الخدمات القاعدية؟ المنظمة الموريتانية لترقية البيئة ودعم الخدمات القاعدية هي منظمة أنشئت بموجب مرسوم صادر 1964، القاضي بإنشاء هيئات مجتمع مدني تواكب عمل الحكومة بأنشطتها، وأنشئت ألف والمنظمة المعنية أنشئت 2007 29 نوفمبر 2007. زين، ومتى أسست المنظمة وكيف كانت البداية؟ كيف كانت بدايتكم في هذه المنظمة؟ البداية كانت صعبة. كانت صعبة شوي، لكن تبارك الله مع التاريخ ومع التمرين ومع التجربة تبارك الله تغلبنا على الصعوبات اللي ما شاء الله أصبحت ما شاء الله منظمة ناشطة في جميع المجالات، لا البيئة وحدها. هي ناشطة في مجال ثاني ما هو البيئة. نعم. اللي هو المجال الاجتماعي وحتى الصحة ناشطة. تكلم لنا شوي عنها. والله والله هي بداية نشأة المنظمة أجبرنا فرص، لأن هند قد تسافر وعدلت لها تصفية من بين المنظمات اللي كانوا اختيارات فيها، إياك تسافر بموكب رئاسي الإمارات العربية المتحدة سنة 2008، يوم شيء 2007 2008 مع الرئيسة تكبر أنا في الجمعية العامة لا كونفرنس انترناسيونال ديفا، اللي عدلت كانت يعني جميع رئيسات العالم العربي وحتى العالم الآخر كانوا يحضروا هذه كلمة، وكان من المفروض ان يكون هناك وفد المجتمع المدني. وكانت هي اختيارات انا ذاك ما شاء الله، وكانت نشيطتها ما شاء الله كانوا شرفوا بها ما شاء الله وعجبوا بها الانشطه اللي كانت تواكب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما هي المجالات تدخلكم تدخل لديكم؟ هل سبق وان شاركتم في النشاطات العالميه الدوليه الخاصه؟ على انشطه عالميه دوليه، هذا نشاط عالمي دولي، واحنا ننتمي لشبكات دوليه من الإداية هذه انترناسيونال وانتر افريكان اللي عليها هاو سيدي بي، وكل سنه تبارك الله نعدلوا انشطه رائعة يحضرها المسؤولين الكبار للدولة، خاصة التعليم، ترقية التعليم والحفاظ على الأطفال الصغار والحث بعد إدماجهم في التعليم في السن المبكر كي لا يكون مشاغب. هذه منظمة، عندنا منظمة شبكات أخرى من تمويل يكتب اوبسرفاتوار المرصد اللي هو حقوقي يعني برئاسة السيد الباهي، وعندنا ريزو النصر
اللهم يزدونا شبكة ثانية شبكة النصر شبكة النصر ما شاء الله وشبكات ما شاء الله ناشطات ما شاء الله اشتغلت ميدان ميدان تبارك الله جميع المجالات تبارك الله تساهم في تنمية مستدامة للبلد ما شاء الله هم يكونوا موجودين فيها مساعة الفقراء المحتاجين مساعة الأرهام الأطفال الأيتام ما شاء الله كلهم حسب تخصصهم قدموا للبيئة ايش قدموا للبيئة هم البيئة أو الشبكات ايش قدموا للبيئة البيئة كل سنة نداء من رئيس الجمهورية من الناس كاملة كل القطاعات تكون مشاركة وتكون بمساعدة المجتمع المدني وكل سنة ما شاء الله يمشوا هم وطاقمهم يساعدوا أي قطاع عنده كان نشاط حرس الأشجار يساعدوا من رأيك أنكم تشاركوا في يوم التشجير اللي عندنا نحن عندنا أيام التشجير العالمي العالمي للصور هذا الصور الأخضر الأكمام هذا تبدأ يقال من رأيك أنكم تشاركتوا في سابقا هو عندنا في المبدأ هو ماله سنوي لكن ما هو الصور لكن هو اسمه الحزام الأخضر الحزام الأخضر وعدنا الصور الأخضر ما زين وإحنا بعد إن شاء الله مبرمجين مستعدين إن شاء الله السؤال الثاني هل تشاركون في نشاطات التي تقوم بها وزارة البيئة حول التغيرات المناخية زحف الرمال تشاركون إحنا قاعد نعدلوا لهم شيء وإذا عماسين هاش في المكان خالد رواية ثانية الناس ما هي عطيت أهمية وهي أنت نامية من ذكام هذا الكوردون اللي اسمه الحزام اللي عند الحق اللي مهدد العاصمة وكانت السيارات اللي تجي تاخذ منه الكترة اللي نصبحها فيها مساحات رقيقة جدا لأنه مهدد العاصمة وهذا كان مثلا تحسيسنا حول خطورة الوضعية والمات الحديد مثلا انتو ما الله قال عدلنا شيء من هناك وقالوا معدل دراسة كيف اشياء يتقلبوا على الوضعية وحضرنا لهم عدلتهم في وتلة وتلة خاطر كان تبقى لنا ناجحة جاولي ويا لكم وقدموا اقتراحاتهم وقلنا عدلنا من يا من رأي كان الأحسن نقبوش من الكناية إنها قاعد جمال الأخرى اللي ما هي موجودة ونحل مكان الريدة اللي الريدة اللي فيهم السنترا اللي فيهم موسم تلوث اللي اللي فيهم التلوث اللي رقوا من لبحة اللي كانت الناس تقبض منهم التراب ما لهم قبضت منهم التراب الكناية شيء تعتبني بيهم ما لصبحوا بالإيداء مساحات مساحات فارغة هي فارغة هاي ضرب كنا ندور لها قلت لك حلول يا مدري كان حلول يبغى حد شيء من التراب اللي ما ذيك ان شاء الله تنوي الله تنوي ان شاء الله لا ويجي ويصبوه بال هذا يقلق ذيك الفجاج قال يقلق الخصائص ما هي واحدة خصائص الترابية سبحان الله قدرة السماء العلم على ان يجعل الخصائص ما هي واحدة يقلق ذيك عن الاحسن مدة تحسسهم على الاكواد خطير ذاك اليوم زين الله يكون مشاهدة الكاميرا تنقل معنا مشاهد ألو السلام عليكم 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 تفضل أختي ألو السلام عليكم مع البرنامج مباشر ألو يبدو عن الأخت ما هي جاهزة نقبل مكالمة أخرى سمي راح أحاول تلقي المكالمة ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم صباح الخير صباح الوطنية ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ألو وعليكم السلام تفضلوا
أهلا. ما شاء الله تبارك الله. الاسم الكريم متصل منين مشاهد؟ للأسف لانقطاع هذه المكالمة ونرجو نعاود ما شاء الله الاتصال. نقبل مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو تفضلوا انتم على الهواء مباشرة أخي المشاهد. ألو 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 مشاهد. نرجع الموضوع يبدو المشاهدين فاتوا هذا الشيء. نرجع الموضوع. ما هي طريقة تعاونكم مع وزارة البيئة الموريتانية؟ طريقة تعامل كان وزارة البيئة تعاون معكم إلى حد ما. إلى حد ما كانت متعاونة معنا وكانت أنشطتها في البداية كانت شفافة فعلا وتعدل مناقصة والله بعض اختيار بعض الملفات وشاركوا في تبارك الله الأنشطة اللي عندهم واستفادوا هم وعدوا لهم مشاكل يعني قريب الفترة الأخيرة شيء خفلت قعدت الله يكون بالعون حتى اللي عاد خيار ما عرف اللي عاد هذه مش مسؤولين بعض كبار في الدنيا اللي عدنا احنا كان المفروض ان احنا هم اللي نمشوا وهذا اليوم العالمي اللي يعدل الدول العرب في فرنسا في كوبنهاجن في تيسون كان المفروض ان المجتمع المدني هو اللي يمشي واللي كاع ما اصلا تخصصه البيئه عادوا يمشوا منظمات أخرى يسموني يمشوا ولا يجيبوا تقرير ولا يجيبوا الشيء أو قاع واحدة منهم يقعدوا في فرنسا عادهم والبلد وهم قاعدين يحرفوا عادوا راحت منهم يرجعوا ما حصلت بعد هيد سمحوا لنا احنا هذا المجتمع هذا الانسان واكل من رباطنا ذاك ليه تقولوا زين اللي برايزين ان شاء الله لانهم عاد لا يتكرر من السنه انهم يشركوا المجتمع المدني ويطلبوا منظمات ناشطه من مجال البيئه فذلك تجيب تقارير وتجيب شراكه مع بعض المنظمات الكبار والمؤسسه وعود شي حق وعود شي موضوع مجال اخر اللي هي هذه راسي زين سؤال الموالي كيف ما قلنا قبيله عن كيف عطنا كارت نتاع عنهم الناس اللي يقربوا التراب من 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 حاشيه البحر انهم عاد مات اياها من رايك انكم توما عندكم قاعدين حملي على التشجير الناس اللي تقبل تقبل الحطب والناس اللي تقبل الحطب اللي عادل به الحمول من رايك انكم قاعدين توما حملي ضد والله خالق ذيك ما يحمل اكسسيون ميكانيك يربوا ازمه هذا معدلين بترى الليترا اللي بحاسب الحمل. طبعا معدل ذيك الحمل اللي هي خالد بن عشرة. تو ذيك بعد مهمة زاد في حتى لا تقل مهمة في البيئة فيه اللي شجاعة لابد اللي تحب الترمال وبالتالي اقول لك على الترمال المكابر اللي يربطوا ياكل الشجاعة ما ترى زين زين برايكم هل خطة الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة كافية؟ انظر كان الوزاره الخطه الاستراتيجيه اللي قبل انظر كان كافيه والله ما هي الخطه الاستراتيجيه اللي قايمه بالوزاره لا ما خاص على شيء هذا من باب الامان طبعا من باب الامان ما جاء خطه ما خاص على شيء هذا التسجيل اللي تعدل سنويا وقت حضر اعلى قمه رئيس الجمهوريه والوزراء والطاقم والوزارات كامله كل يوم عندهم هذا الشيء لا يستاهل وان كان تبارك الله هذا قاعد عمل لا بإذن الله قياس الرئيس درد قيسه على الناس كان غير يسوء هذا بعد الأمانة هي ساعدها هي وعاد هي مدير الرفاه اسمه وزارة البيئة وكانت خلونا زين جاء الرئيس الحمد لله أعطاها قيمة أعطاها رسوم
رأيكم بعد ما يتصفق المجتمع المدني ما يصفق ما هو كله يقير حقائق ثابتة لين حد يعود أمين فيها ويقول اللي خالد حد يقول لكن ما خالد إن شاء الله العلم يخلق هذا هو الحقيقة حد شاف شيء يقول وحد ما اللي شاف شيء ما شاف شيء ناقص أي يقول ما اللي ناقص ياك يعدل يزيد ياك ينزل لكن اللي صالح يعني إنه صالح ياك يزيد فيه وذا اللي ناقص إن شاء الله قال لي بقول لك إن شاء الله نقبل معنا مشاهد ألو السلام عليكم الو السلام عليكم نسال انقطاع هذه المكالمة للمصدر اكيد يعاودون ان شاء الله متصلين الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام مرحبا بك الو مشاهد شكرا موضوع الحلقة اليوم نتكلم عن المنظمة الموريتانية للترقية البيئة ودعم الخدمات القاعدية معنا السيد الشيخ أحمد والسيدي محمد رئيس المنظمة نتكلم عن البيئة وأضرارها وخطورها مشاهد أسمعنا ألو مشاهد يبدو أن المشاهد غير جاهز لين تواعد معه نقبل المشاهد الثاني ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم مشاهد الو السلام عليكم السلام مرحبا بك كيف صباحك يا برنامج السلام على الناس ما عرفنا السلام على الناس اليوم هذه الحلقة خاصة عن البيئة نتكلم عن البيئة جايبين رئيس منظمة الموريتانية للترقية البيئة ودعم الخدمات القاعدية ألو مشاهد نواصل موضوعنا بين معي جهاز المتصلين هل هناك توصيات تقدمونها بشكل دائم لوزارة البيئة حول مخاطر تغيرات زحف الرمال طبعا التوصيات المقدمة لوزارة البيئة حول مخاطر التغيرات البيئية التشجير كل سنة هذا عمل إيجابي وإنهم إن شاء الله يزيدوا فيه يواصلوا ويكثروا في القطاعات ويشركوا المجتمع المدني أكثر والمسؤولين وأصحاب النوايا الحسنة كاملة تشتركوا العملية وإحنا أيضا نعود مع ينقصنا المعلومة لين ما قال المعلومة لبلاهي كيفاش معلومة كيف تعود لها يعدل النشاط ما تعلموا به ما نعلموا به وهذه طريقة ما كانت انتم اصلا كان يعلمكم بالانشطه اللي تقوم بهم كانوا يعدلوا لها كانوا يعدلوا لها اعلان الشهر المقدم ولا شهر يعرضوها وتزيدوا خلما اللي في الجرنال يعني ذاك الشيء منبدلوا قالوا عزيز مثال الله ناس تشتغل معهم ولا يقابلوا تستسلم انا قبل استسلم زين ما قطعوا علم من لو تالي مثلا يعلمكم بالانشطه لا كلها مجموعة
أكيد إذا عندك فن حد تعرف يقدر لي يعلمك بالنشاط أنت إذا ما عندك يقدر لي يفوتك يفوتك النشاط زين زين مجال الصلاة اجتماعي مجال اجتماعي نتكلموا عنه مزمنة إن شاء الله رب نزل عفاش يهلا في البيئة اللي هنا قضوا معنا مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. سيدهم رب معنا مشاهدين شاركونا في الحوار لعاد عندهم مداخلة والله عندهم شيء قوي يناقشوا معنا في الحوار. ألو السلام عليكم. ألو السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله. الاسم الكريم متصل منين أخي المشاهد؟ انقطعت المكالمة أنا قبل ومكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. برنامج الصباح الوطني مباشرة على قناة الوطنية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي المشاهد. كل تعامل البرنامج يعني هي ألو مشاهد. ألو ألو مشاهد لا تقطع عنا وتتابع الحلقة وتعرف لا تقطع عنا وتعاودنا إن شاء الله اتصال إن شاء الله رب في الحلقة إن شاء الله رب. نرجع للموضوع رئيسة ما يجهزوا للأسئلة. كنت تكلموا عن الأنشطة اللي قطع درت الوزارة من رأي كان الوزارة قط علمتكم بالأنشطة اللي تعدل كيف يوم التحسيس أيام التحسيس للتشجير كانت اللي تعلمنا عندنا طرق خاصة وهي ما اللي قعناها هي هم شقين قالك شق تعرف ما فيه استفادة لأنك أنت تطور هذا ما مشهد عن حد لك شق اللي فيه الاستفادة هو اللي فيه الأخبار هو اللي فيه الأخبار زي نصة من رأيك أنا كنت تتكلمنا شوي عليك الأخبار دي فيك الاستفادة الله تفضل يوم يعدلوا يوم يعدلوا أبل دوفر أبل دوفر لأن يعدلوا ذاك الأبل دوفر يقدر يقول ما عم الدار رأيه هتقولي لي أنا عاقول المشريع نشتري واحد من ذوك ليه سيت ب 10,000 زين وذا اللي قاعد غير عليه تشتري ب 10,000 وانه مو مجاني لا الابل هذا حد اللي فيه الاستفاده مو مجاني اه كيف قلت لك قبل وفيه رخمه يا غير بعد كان اصلا مجاني هذا اللي شيء عدلوا للتراث واول مره هذا اللي على حاسه ربحه هذه سلي لا هذا ايش قال خلي مهتمه وسريناه الله عباس هو عقبوا قاع قبلهم منظمتين ما هم في الكرطة ولا هم في الفرطة وفاتوا قاع قبلهم احنا اللي زقلوا احنا الفضاء انا عارف زين زين رجعتي على صفحة برنامج الفيسبوك وهون طالبين منك بعد قاع قال عنك انت صوتك مو مسموع حتى تنرفع على صوتك تتكلم لهم الفوق يعني هون سيدي محمد البكر صباح الخير صباح الوطنية تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم مشكلة البيئة في موريتانيا هي مشكلة تحتاج إلى حل جذري ومن أهم الحلول التي يجب أن تتخذها الدولة هي في هذا المجال هو المحافظة على القطاع الرعوي في البلد بحيث يمكن أن تستمر المساحات الخضراء التي في المساحات الخضراء التي تأتي نتيجة الخريف الأطول فترة ممكنة أما على مستوى المواكشط فإنه ما لم تكن هناك سيطرة على نظافة المدينة من خلال التعامل مع القمامة المنتشرة في المواكشط بشكل جدي ويومي
فإنه لم توجد حلول لهذا التلوث البيئي، وإن كانت هذه المهمة تشارك دولة في صعوبة التعامل معها بسبب عدم تعبيد جميع الطرق الموجودة بالعاصمة كما هو الشأن في مجتمع في جميع البلدان العالم. أما عن ظاهرة نقل الرمل من الجانب البحر فهي مشكلة عقلنا عليها، ويمكن للدولة أن تقضي على تلك الظاهرة بسهولة إن أرادت ذلك، وليس هذا من صلاحيات المنظمات الإهلية لأنها لا تملك سلطة قاهرة. جميل جميل حتى. شكرا شكرا سيدي محمد بكر على ما شاء الله متابعتك للبرنامج. وش تقول انت عن المواطن؟ لكن المواطن مساعد في تلوث البيئه قاعد اكيد احنا نعرف عن المواطن اللي مساعد في تلوث البيئه اللي واحد مازال يقوم يخاو من داره ويكب له وسخ قدام الدار ويكب له وسخ على الشوارع العموميه يعني اللي تم التلوث اللي هم لازم يعطيني سنين العافيه. من دراك انا كنت ما عدت النوع من التوعيه والتحسيس في الندوات اللي تعدلوا الله في الورشات اللي تعدلوا. انا عدت السنه عدت عمل تطوعي يعني ذاتي ذيك الحمى اتصلت بالوزاره وزاره الصحه كنت عندي من قريب قال لي انه عدل عمل تطوعي خلي عني ومشيت بورتا بورتا زاد كارت كارتنا عندي دور نحسسهم على غسل الايدي والصابون قدام الوكيل وبعد الوكيل وبعد الخروج من المعركة وبعد وهذا عدل في تراك حمل الشيء عرفة لكن في كل مرة قالوا سوى يقولوا لي ايه تراك لا حلوبة اسمع. وفي علل على ان قضية التلوث صادر عن دائما يجي مواكب والله مصاحب لفترة وهذا الدولة الذي نشوف غير ما هو كافي من المواطن هم اللي ما بساعد المواطن اللي ما بساعد. كيف قلت تقول نرجع لكلمتك المواطن ما زال يكبل وساخر قدام ما زال كذا الحكم اللي ما زال يكمل إشكالية ولم يعدل صرف صحي المواطن مسيكين يقدر يعني يدعو المضطر يكبل وساخر قدام كان عدم صرف صحي. شفت العالم كان وشو سال العالم الاخر ما يكبر وساخر جدا اللي عنده صرف صحي عنده صرف صحي زين عنده جد مسكين. انا قال لي واحد يوم كان راكب معي السياره قال لي انا شفت قاع مشهد قال لي غريب صاحب لي قال لي شفت مشهد غريب هذا هو الترحيل قال لي مو جوا عدم التوعيه على المدنيين هذا الترحيل قال لي واحد منهم عجباني بيتين وبوتيك كاري هو ما هو باني مرافق وتشوفهم قال لي عود السحاب جاية تبط عليهم وماشيين اكرمكم الله سبحان الله سبحان الله قال لهم هذا قاب وماشيين السحاب تبط عليكم وهذا بيتو بوتيك احدكم تبنوا بوتيك قالوا ابنوا زين هو البنيان اول شيء يسبب فيه المراحض والكوزي الله يدور ويسلمك. نرجع شوي لكلامك نقطة سمعتها عن الحمل وعنك اتصلت للوزارة، من رأيك كان الحمل اللي نزلت قاع خارقه وكانت خارقة اللي باط الحمل اللي معروفة، من رأيك كان عندها ضلع فذا؟ عندها؟ كان عندها الحمل هذه اللي نزيفية اللي ظهرت في موريتانيا هذه النهارات، من رأيك كان زاد هم اللي سببها تلوث البيئة؟ هي ما معروفه هي ما معروفه اسمها انا اسمها كيف تكذب هو لو كنت بقى قالوا ما اعرف ولا يقال من ذاك انا كنت تقول عنها زاد من سبب البيئه تلوث البيئه والله ايش قايل انت ذا ما انا قايل ما لي ما بدي هو زين تخطوا عن الحمى ومشاكلها زين من رأيك كانكم انتم كبدل من الجهة البيئة من رأيك كان عندكم شرايك كيف لين سألك السؤال هل هناك شركات تسبب زيادة تلوث البيئة في موريتانيا؟ موجودة موجودة هو شرايك شرايك الأجنبية أنا قاعد ماني شايف فيهم إيجابي شايف فيهم ولا سلبي هذا مسكين بجوج خلاو بهم مسكين وهذه كان رصد زيادة اللي بيسمها خلاها تلعب ذهبها وخلات لها السمات
سمات الامراض والناس اللي تبتر والناس اللي تموت والناس اللي على بدون فائده كذي مقابله. حتى هم اللي خارجات خارجين مصانع في نوالي بومالي للحوت وذا الشيء مضرين بالبيئه. كانوا ياسر عادوا ياسر اللي بيهم كانت الله ياسمي هيك سالم ورموا انا بعد كنت من هدول كثروا 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 والله كثروا والله شركة الصين هاي الصين قاعد شجعت وقاعد حذر منها زين. هناك والله معانا مكالمة. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. برنامج مباشر صباح الوطنية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي المشاهدة. متصلة من مين واسمك الكريم؟ ما شاء الله تبارك الله بخير الحمد لله. مرحبا بك. ما شاء الله تبارك الله. مشاهدة اسمك متصلة من مين؟ لعت عندك مداخلة اللي هي تدخلي بها في البرنامج تفضلي بها. مرحبا بك وسهلا ومرحبا بها البوتيليميت. شكيف صباحهم؟ تفضلي انا معك. تفضلي انت على الهواء مباشرة. ما شاء الله زين زين ما شاء الله تبارك الله علينا بخير الحمد لله. شو ما سنتي معك؟ شكرا شكرا الله يسلمك. شكرا شكرا الله. مرحبا بك وسهلا اختي المشاهد. مرحبا شكرا. شكرا لك. شكرا لك مشاهدة وشكرا له البوتيليميت على المشاهد البرنامج. تقدم باقر مريم قبل الراحة وان شاء الله الدور تطلع ان شاء الله في الايام القادمة ان شاء الله. شكرا 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 الله يسلمك. مرحبا بك وسهلا. مرحبا مرحبا بك. قبلي صفية مشاهد. أهلا السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. صباح الخير صباح الوطنية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أختي انت على الهواء مباشرة. ألو السلام عليكم. تفضلي أختي انت على الهواء مباشرة. شكرا. الاسم الكريم اللي متصلة. تفضلي تفضلي أختي. مرحبا بك. شكرا الله يخليك. عندك مداخلة يطرحيها للضيف والله سؤال والله. شكرا مرحبت بك. شكرا شكرا الله يجازيك. مرحبت بك. مرحبا بك السهرة. شكرا حبيبتي على هذه المداخلة. مرحبا بك السهرة. باقي نرجع الموضوع سميرة. من رأيك كنتم انتم انتكم راكم تخمين تعدلوا نشاط والله حمل تحسيسية بدل من غسل اليدين تنظيف امام المنازل مثلا تقبلوا كارتية تعيطوا لحد ولهلو خصوصا في سكان المنازل. مرة كانوا متعودين تعدلوا كيف حمل التنظيف وتوعيتهم عنهم كل حد يرتق يغرس شجرة قدام منزله ولا وتعمل العمل التطوعي هذا نقوم بها المجتمع المدني الناس الاخرى دائما حتى يبعث عندها الاراده تختار السيارة المنظمه تعود لها تعات عندها القدرات اللي تقدر تمول نشاطيا وحدا
بدأت حالي في أمتراء في النجمة طويلة بعد التحسيس طبعا وهذا دائما ينفع في سفير المدارس الشباب هذاك الله يعود نشيط عندك حالة كل واحد منهم تعطيه قفار وتعطيه بيلو بروت تركي تعرف زين عندهم رجوع النشاط وشغلتك بعد شغلت المدينة شغلتك على شغلتنا كاملة هي توعية كاملة توعية علينا كاملة احنا كاملين طبعا ورك جاتني رسالة من الزميل صوفي محمد ياي مرحبا بك وسهلا السلام عليكم صباح الوطنية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم بالنسبة لي أعتقد أن المشاكل التي تتعرض لوزارة البيئة لا تختلف عن المشاكل التي تتعرض باقي وزارات وقطاعات في البلد إذ المشكلة تكمن في تزعزع المبارح والخطط لدى الوزارات في الوقت الذي ينبغي أن تكون هناك خطط استراتيجية ثابتة تسير وقفها وتيرة النمو في الوزارات لأمد بعيد نجد أن البرامج والخطط المعلقة بطبيعة الأشخاص ومجازهم زين حتى شكرا للصوفي محمد شكرا لك شكرا هذا بعد رجال اللاحق رجال الحقيقي وارد شكرا للزميل الصوفي محمد على هذه الرسالة القيمة بصفحة البرنامج صوفية خرسي كان عندك ثم شيء بصفحة البرنامج هو هون حني هون صفحة البرنامج نتكلم عليها هون جاتك هون رسالة قالوا لك شنو الدور اللي تقوم به المنظمة المنظمة كانوا توعية كانوا نشاطات وطبعا هي تقوم بأدوار توعية وتقوم ما شاء الله بأدوار تحسيسية وتقوم ما شاء الله حتى بالأنشطة اللي تواكلنا كل ما وجد نشاط يساهم بالتنميل والاستدامة ويحث وفي مخاطر يلا تجتنب للوطن حتى تكون المنظمة موجودة فيه حتى ما تمشي في التحسيس شيء من التحسيس في الساعة الوحدة الوطنية هي تعلن وعدل الحوار ذاك السابق اللي انتش عنه انتخابات تشريعية رئاسية ومشي حتى نلتحق لعدة مواكب عملنا على سين ومشاتنا على سين ومشاتنا داخل وعدلنا النشاء بارك الله على أحسن عدلنا تقليلات وجدناهم كان تبارك الله معجبين به والسلام دارهم دائما يختاروا قاعد يشتاقوا الله معانا عجبوا بك التقارير وحتى ما دي الشقلة شافوا نتيجتها بلوك زرقة الناس كان تبارك الله ولا أخسر زرق الوقت الناس ما شاب كنا في الوادي بيك سهل لكم مشاهدين الكرام بها نقبلوا فاصل ونعود لكم إن شاء الله أهلا بكم مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل ونعود إن شاء الله ربي للضيف الضيف اليوم كنا نتكلم عن جانب آخر من عمل المنظمة نتحدث لنا شوي عن الأهداف الاجتماعية اللي تقوم بها المنظمة طبعا نعم هي المنظمة متألفة من شقين شق بيئي وشق اجتماعي بيئي هو اللي كنا نتكلم عنه والله ما قد وقعنا نتكلم عنه كامل في الوقت وقت البرنامج ما يصبح وقتها كان يقال بعد الهن من السم ولي شوي من الشق الثاني اللي هو الشق الاجتماعي الشق الاجتماعي المنظمة كانت دائما مواكبة ومصاحبة لنشطة وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة والأسرة الأنشطة اللي تعدد يوم 8 مارس دائما هو العيد العالمي للمرأة عيد المرأة العالمي وكل سنه ناخذ من موضوع معين حاجه اللي واحد بعد واحد سنه ناخذ الشق المتعلق بالختان الختان وهذا فعلا عمل سيء بالنسبه لي لانه الاله قاعد يعدل بها قد تكون ملوثه وقد ينجم عنها اضرار هاي الطفلة مسكينة وعرضت حياتها مستقبلا بس هي كانت في غنى عنه ما جابته الشريعة ولا جابته الذريعة ما جابوا شيء سوشن ولا شيء عادات بائدة كانت عند بعض المجتمعات وتوه كانت المفروض على المنطقة كنا عدل تحسيس حول هذه خطورة هذه الوضعية
وتبارك الله الناس بعد شنها استجابوا بعدين هم قالوا لهم قاعد ما كانوا عدلوا ويقولوا لي عدلوها عروة لانها ما عندها علاقه بالدين لا عندها علاقه وتو عندي على ياسين تخلوا عنه ها؟ تخلوا عنه تخلوا عنه كثير يوم تخلوا عنه المشكله مو هو في العاصمه هو المشكله في المناطق الداخليه الداخليه صحك غير ما اللي هي منظمات ما شاء الله ينشطوا وبعدين هم اللي يمشون يقسمون بالمناسبه والله عدلوا بعد عجل اللي مر عدلوا في كيفه قدوا في كيفه اخذوا لقيهم وكان هم اللي شو متفاعل معكم الخلق اللي هو في الداخل مو كيف الخلق اللي في العاصمه ان شاء الله هم يقولون يعود انتم وعي العاصمه من الداخل شو معكم؟ عندنا له حل الناس اللي في الداخل دائما هذه الجوانب اللي ما تشرك فيها الائمه والعلماء اللي يشف لي رؤساء القبائل وهذا الناس تشركين في العمليه هذا انا خوتي من زر الرقص ولين كلاي تستفادي منه ولا من الناس اين تصنت رجع ولين تشركين وهذا هو اللي المفروض ان الائمه تعدل تشرك العلماء ولين رؤساء القبائل الناس اللي عندها وزن هذا حتى قضية بسيطة سهلة جدا تمشي معاك المجتمع كامل عكس قاعهم الله يبارك ما شاء الله توعية تعرف هي ناس واعية قاعدة ولا تقول هالشيء قاعدة تسمع هي تقول نحن كيف ادواب وذاك الشيء والله ما ادري وكل هذه قضيتهم لان تجي رؤساء قبائل وهذا تشر فيهم امر قضيه وتقول لهم هذا الدين في غير طريقه اللي هي تشرحون انتم بها الخلق شنو هي تمام في يجي الرقاش وتقول له ما يعدل يقول لك اعطني دليل اعطني اللي هي اثبات اعطني اللي هي دليل والله اعطني بديل لها هي عاده معروفه عند من جهات مجتمعنا نحن الموريتاني الختان معروفه واحدين يقول لك هذا لان احنا نعرفه عاده ولنا متخالين عنه واحدين الطريقه اللي تسيقوا بها انتم الفكره للناس شنو هي كانوا يتقبلوا ذا ولا ما يتقبلوا؟ السياق اللي قلت لك اللي نشركوا معاهم العلماء ولي يقولوا لهم الدين ماسين حرام زين الناس ما هي دائما ما تطفق قضيه حرام دائما الناس مسلمه كامله 100% كامله هاي اللي نقول لهم القضيه اللي تعدل حرام ينجم عنه اضرار لهذه البنت وينجم عنه قد يعود مكنصير وقد يعود مسلطن سلطن ما قد طيب قد يعود نواسر عابد الامه اللي مستقبلا به لقضيه تم الاتفاق تراكمات من هذا دور الناس تخلى عنه لا محالته اللي قاعد واش كان لها ولكن عرفتوا شيء عن زواج ما بكي نفس الشيء والله قاصرات والله اظن عنهم شيء تبارك الله قاعد ذوك تشفي فيهم من التون انت قليل حتى تنت احمد جدا وراي نوجه له تحيه وراي نوجه له تحيه بعد من نظر خليلتي لا طن عدنا عن بعد شيء طير ما اكثر في اللي قاعد تبارك الله ما تلياسر لا تعدنا عن شيء ساعه في سنتنا الاولى طير شفناها قاعد تبارك الله عاد البنت هي اللي تختار زوج المناسب واخت مال المناسب وروح المناسب زين تبارك الله ما لي لا من فضل زين اللي هنا قبلوا معنا مكالمة توعية والتحسيس لابد منه لابد منه لابد منه من توعية والتحسيس لا إما عن طريق التلفزيون ما عن طريق الإذاعة إما عن طريق بيت 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 الورشات القلب بيت بيت هذا راه والله شيء واعي ما يتواصلون هذا من خلال المشكله هم اللي ما طبعا المجتمع احنا مجتمع الموريتاني مجتمع مازال بعيد لابد له من ياسر مش لابد له من ياسر كيف قلتي من التوعيه لابد له من ياسر من التحسين لابد له من التوعيه يتفاعل بهم اللي عاد مثلا قال نسبه الاميه ما تاتي ياسر الحمد لله الحمد لله نسبه التوعيه وبالتالي هي المجتمع اللي تعود نسبه الاميه هي عاد تفوق 60 70 لابد له بس تقول لي شيء قد صنت واتي مانك خايف من المخاطر اذا لو هالك بارك كنز تقريبا انه في الطلة شيء تبارك الناس الاميه اللي تقعد ما هي محكومه بشيء اللي هي مخرجه شيء ما كانت عندها بالتالي كيصبح قتال بيناتها ان شاء الله
زين اللي دخل يجي هنا بقى يشوف الله وياك. زين 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 ولدي قلت لك انا عن يا ما في عشر ارصاد التوعيه لا هل اللي بالداخل العاصمة لهم اللي عندهم ياسر هم رصيدها قاري كيف جبتيه هذا حد وكم وصل فيه لكن ما بيصدر زين. صحة البرنامج لعاد لي جاك عليها شيء بالنسبة لها المنورة نختار الوزارات المعنية كاملة أي عمل له يدخل به وأي نشاط له يدخل به تشارك مع المجتمع المدني تشارك اليوم هذا أساس بالنسبة لي هاي كتوصية ولا والأكسي على الانفورماسيون الوصول للمعلومة مالي المعلومة هذا لابد منه أنا المعلومة صار المعلومة له يدخل به انت مطير شغله في الوزاره وشغله في الاداره وشغله في قد ما توصل قاعد شيء يعني قلت لي الوقت ما قلت شيء ما بيت زين الصراعات اللي شنو هي اخر التوصيات اللي تبع انت للمنظمه اللي متحمل وقت ما بعد الشيء المنظمه تخمر ركود بيجي واحد واحد الشيء المنظمه تختار تمشي بعد يعني نشاط العدل الجاريس عن حول البيئه تحضن شنو رايكم عن زاج والوقت اللي جا في البديل البديل هذا نحن كان عندنا سازون وقرابة وجانب بديل الكبل لوعد السي اللي عنه لا نفس الشيء انا لا ما شفت قاعد ما شفت بديل ما شفت لازم اللي تم الاخر هذا هو هي زادت تم الاخر يقال بما ان الدولة قالت وعد وحرمت الساز وجابت بلبل بديل هذا تواقف العمل نحن هون بنظر ريانا عن 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 ناطرش ناطرش انا الصقع عندي دوائر يقولها انا قد تكلمت عن السران قال لي اخبار تكلمت عن اخبار زازو هذا عندي قال لي احنا في الشرف انسى في قضية كانت مطروحة قال عدلنا بديل ما هو كيف يكسع البديل احنا لما تعد عندي قلت له شنو قال لي كل حد منا موفرها له في السوق شيء باني عندي ان الله قال يشريها ما تفرق ياسر من الزمن وهو شاريها بفوت وما وليه زلك قلت له هذا هي رأي ما عليه قال لي ما هي ما عليه قال لي السونتابين هو فوت حيوانة ما لك سيركو هذا كل حد له يمشي يشتري السوق ويشتري ذيك الإنسان وين يبان قاعد أصير تهمان يشتري ذيك ويرجع ها ويرجع ويعلق شو ظهر لي حشو هذا قاعد في الدول الشوارع ما لي وقت من غير بما ان نحن هو المجتمع نحن اللي طاب مثلا مزاج وطاب على ياسر في نظر ريانا بعد كوجهة نظر انا اعرف لاني قاعد اللي شخص اللي عنده قاعد شنو ان شاء الله يقير ما شفت في الشطره احنا لا كان عند مزاج وكان تركب بخاله منين قرار زازو جانا البدي وجات تركب هم اللي ضيعوا قاعد البديل هم اللي قلت لك اللي قاعد ورق الحاجه ضعيف وما يجيش يوم ضيع البيت كراس روح وقت اخبار طيح لي واسمه شنو من كلاس العهد وليد نكمل قلت له بعد فيتم اللي هي نشركم معنا مشاهد الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو مشاهد الو السلام عليكم
السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم مشاهد، صباح الخير صباح الوطنية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. الو تفضل، تعالوا مباشرة. ما سمعتك مشاهد، انقطعت المكالمة، حسوا قال عن الريزون مو صافي. نرجو ان شاء الله انه يحاول ان الاتصال ونقبل مكالمة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي المشاهدة، تفضلي. الو سامعتك، تفضلي. الو الو الوالد. الو الوالد مشاهد، انا سمعته قطعت المكالمه، انا اسف اني غلطت في الوالد والوالد، انا شاك انه الوالد مشاهد دائما البرنامج دائما. نرجو ان شاء الله انه يعاود لنا الاتصال ان شاء الله ويشاركنا في الموضوع ونقبل مكالمه. نقبل مكالمه. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. وعليكم السلام. وعليكم السلام مشاهد، تفضل. ايوا شنو نواصل؟ ما عندنا اللي نواصل شيء، عندنا بعد الاسم الكريم ولين ما اتصل. شكرا 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 جزيلا. مرحبا بك. اخير اتصل من دينار. مجموعاتي يعطيكم على اللي تعدلوا كامل البرنامج. شكرا. شكرا شاكرين للمتصل، ان شاء الله دائما يتصلين المدينة والانوار، ان شاء الله دائما نتابع البرنامج. قال عن ريزو ما هو صافي اليوم، قالوا عند اللي نواصل ما لنا باخرين الصيف نصفوه بها ان شاء الله. يا ربي دور الله يصفى. ضيفي الكريم اللي تقول لي كلمة أخيرة توصي بها الجهات المعنية، الصيفة اللي تبغوا ترتقوا بها شوي، تنمى بها منظمتكم بما أن الوقت مثلا إنه ياسر. نعم. مصي الجهات المعنية كان وزارات وإدارات وهيئات مليتها عليك بلاتفورم، لأنهم يعودوا على مستوى جدا الناس كاملة تستوى بهم الأنشطة، ينزلوا لها شوي، ينزلوا لها شوي، ينحنوا شوي. إذا كان مستوى المدني قد يشوفنا قد يعاونهم ويعدل لهم هم عمل هم عملنا كاملة، ويقول لهم شيء شيء ثاني مقصر عليهم وشي، واحنا بعيد المصريين كان عند رئيس الجمهورية كان لما يوصين بأنه هيك السعرات اللي يعدلها بشوف مع كليماتيك الناس اللي مشات فيه ما كان عندي هذا المستوى. ما جابوا تقرير لا جابوا شيء عن كان واحد. ما لهم عدوا راحتهم فرنسا ما في دخلهم. عدوا راحتهم فرنسا بهم وقبضتهم الناس اللي قاموا قاعدين يتقدموا لقدام. وبالتالي احنا بعد اللي تواكب عن قدام. زين من رايك لكم انتم عندكم صبر لا يتعدوه الخارج؟ الخارج هو الطالب به. طالب طالب هذا النشاط والطالب اللي عندي شراكه شوي مع الامارات. مع العرض كان اللي معجبني. ان شاء الله نلقى التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.
وفقنا ان شاء الله احنا والتمويل ان شاء الله. ضحك مشاهده الكرام سميرة، عندك كلمه اخيره تختم بها؟ كلمه الاخيره شاكره بها ضيفي على قبول الدعوه، على ما شاء الله سعه صدرك ما شاء الله على في المواضيع اللي ناقشنا احنا وانت اللي في البيئه. ولين بشرك عن البرنامج عمره 17 ما شاء الله ماشي، وهذا شهر الثامن اول مره نناقش موضوع البيئه، وهو ما شاء الله موضوع اللي ناقشنا اليوم، وكنت ضيفنا وشاكرتك على قبول الدعوه وعلى التصريحات، وشاكر المشاهدين الكرام ويسمحون لنا ما قدرنا نتواصل معهم عن طريق التليفون، يبدو انهم خلل بسيط ان شاء الله نتقلبوا عليه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وانا شاكركم انا هذول شاكركم انتم تبارك شكرا انا تبارك الله موجودكم وسيئة صدرك وتبارك الله وحافظ تبارك الله شكرا اللي يقدر تكمل الموضوع لا في شيء تبارك الله اذا خرج الموضوع ومسموع ومفهوم ان شاء الله. ذاك هو طالب ذاك هو عمل ذاك تبارك الله هو كذلك ان شاء الله. شكرا لك الله ان شاء الله ما يعود اخر اجبارنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرح ان شاء الله والتوفيق بعد ما في ارحام وقلت حد الله يتم يجيبك ان شاء الله. هذا بعد ان شاء الله. اظهركم مشاهدينا الكرام مات الوقت مرحبا اللي نتواعد معكم فيه، وشاكر معايا كالعاده في التقديم والاعداد سميره السماني شكرا لك، وشاكر المخرج المبدع سالم الخليل، وشاكر دكتور مشاهدينا الكرام على المتابعه، وشاكر اللي اتصلوا لي في صفحه البرنامج. شاكر صديقي السفير للبو الله تبارك الله ناشط بألوانه وكان ناشط تبارك الله بالنجاح. شكرا موجه له موجه تحيه من المنبر ان شاء الله يا ربي ليوم الاحد ان شاء الله يا ربي موضوع جديد ان شاء الله يا ربي وبرنامج جديد. نتمنى لكم ولنا في امان الله.